أحب النهاردة أشارككم بفكرة عن اتحمل المسؤولية. كل حد فينا عنده مسؤولية ما، يمكن مسؤول عن دراستك، يمكن مسؤول عن بيتك، يمكن مسؤول في شغلك، يمكن مسؤول في خدمتك، في مسؤولية ما وضعت عليك. ربنا النهاردة عاوز يقول لك شيل المسؤولية، تحملها، كن رجلا. قلبه يسك الكلمات دي، كونوا رجالا تقوى، تشدد وتشجع. كلنا بنقابل صعوبات. يقول الكتاب ان العالم وضع في الشرير، كتير من المقاومة، كتير من الصعوبات، كتير من اختلاف الاراء، كتير ما بيجي ظروف بتبقى عكس المتوقع، مش عامل لها حساب. اقف في الوقت ده وتحمل مسؤوليتك. اقف في الوقت ده، اوعى تفكر انه هو هيسيبك، ربنا هيسيبك، ابدا. بقول لك اتشجع، اقف، تحمل مسؤوليتك، انا اعضدك. كتير من رجال الله يذكر عنهم الكتاب المقدس انهم ازاي وقفوا في الثغر، وازاي انهم تحملوا المسؤوليه في وقت ما كانش فيه ناس قاده كفايه. وقف نحميه بعد 120 سنه من اسوار اورشليم المنهدمه، وسمع أخبار صعبة عن هذه الأسوار، وسمع عن خراب أورشليم، لكن هناك رجل اسمه نحميا ظهر في هذا التوقيت، تحمل المسؤولية بتاعته. يمكن في أسوار كتيرة منهدمة، يمكن ناس عمالة تقول وتأسف على أوضاع موجودة بقالها زمن، والنهاردة ربنا بيقول لك تحمل أنت المسؤولية. أوجدتك في هذا التوقيت، في هذا الزمن، في هذا المكان، علشان تشيل مسؤوليتك وتعمل انت اللي رب عاوزه منك. تحمل المسؤولية. وقف جيش كبير، شعب اسرائيل، قدام جليات وتهديدات جليات، وكان هناك اخوة لداود ثلاثة موجودين في الجيش، مسحاء كبار، اسماء كبيرة، متجندين، متدربين، لكن لا يوجد من يتحمل مسؤولية إلا راعي الغنم اللي جاي من بعيد. إلا الناس كانت ناسياه، إلا الشخص اللي محدش فكر فيه، يمكن أنت مش مرغوب فيك قوي، يمكن أنت مش مجال ومركز لاهتمام قوي، يمكن مش الأضواء جاية عليك، لكن النهاردة ربنا بيقول لك بحط قدامك المسؤولية، شيلها. من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. كمل بكل قوة، ده فكر الله. هناك قوة من الأعالي تيجي وتملأك في هذا التحدي اللي موجود قدامك، وتقول أنا أقدر عليها، أنا أقدر أكمل. لما تكلم بولس مع تيتوس وبعته لحتة صعبة، لجزيرة في كريت، في منطقة صعبة جدا، يقول عنها الكتاب إن الكريتيون، قال بولس الكلمات دي، واحد منهم، واحد نبي منهم، قال الكريتيون كذابون، وحوش، بطون بطالة، أوضاعهم صعبة، لكن يا تيتوس أنا أقمتك لتقيم شيوخ، ترسم أسس، تزرع كنايس في وسط الجو الصعب ده. في المسؤولية لرب اديها لك. يمكن الناس عمالة تقول اجتماعكم تعبان، الجو مش يعني مش كما ينبغي، مادياتكم صعبة، شيل مسؤوليتك، وقف وقول لا، وضع اجتماعنا هيكون مختلف، وضع كنيستي هيكون مختلف، وضع بيتي هيكون مختلف، مادياتي هتكون مختلفة. تحمل مسؤوليتك. النهاردة ربنا بيديك هذه الوزنة ويقولك انت اللي اخترتك عشان تقوم وتقف، انت اللي دعيتك عشان تكمل في المشوار بتاعك. لكن لو انت انسحبت مين هيكمل؟ تقول انا مش مهم، اقولك دي الفكرة دي مش من عندك، دي فكرة من ابليس. انت مجال اهتمام الله، انت مهم في مملكة الله. لو انت مش مهم ما كانش الله مات عشانك، لو انت مش مهم ما كانش دعاك ليه، لو انت مش مهم ما كانش يكلمك دلوقتي وقاصد يكلمك. يقولك تحمل مسؤوليتك في كل امر اوكلتك اليه، اقف الثغر قدامي، انا منتظر رجل منك، وارى فيك رجل يقوم النهاردة ويشيل المسؤولية، يغير اوضاع، يتكلم بإيمان، أكون معه، أمسحه في يوم الأيام
لكن راعي غنم الصغير ده مسيح الرب يكون ملك لكل شعب الله. أقف النهاردة من تاني، شجع من تاني، واقبل الدعوة دي من تاني، اسم الرب يسوع. ربي يباركك. آمين.